ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي فيصل. بداية دكتور مرحبا بك. يعني مع حديث قائمة النجيفي تتحدث أن قادة ميليشيا الحشد هددوا الأهالي بالتهجير ما لم يصوتوا لقائمة الفتح، ما معنى هذه الانتخابات إذا كانت تجري في ظل أجواء من التهديد وأجواء من الإرهاب؟ طبعا هذه التهديدات مؤكد تشكل اختراق أو تهديد لأمن وسلامة الناخبين والمرشحين والعملية الانتخابية. طبعا هذه التهديدات ليست هي الأولى، استمعنا للعديد من التهديدات المختلفة للعديد من المرشحين في مدن عراقية بعدم الترشح أو فرض مرشح معين على مجتمع معين أو مدينة معينة. اليوم أمس قتل الجبوري ضحية للعنف في جنوب الموصل وهو مرشح ائتلاف الوطنية. هناك أيضا انسحابات بأسباب التهديد، هناك أيضا عدد من الضحايا في الفترة الماضية في بابل في غيرها من المدن. كل هذا يؤكد على اختلالات أمنية كبيرة وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن والاستقرار وضبط أمن الأشخاص والمرشحين والناخبين. أكيد هذا شيء خطير، وعلى الحكومة وأجهزتها الأمنية المختلفة مواجهة هذه التهديدات الخطيرة اللي تشكل لكامل العملية السياسية. صحيفة واشنطن تايمز يعني وصفت هؤلاء السياسيين بأنهم هم أنفسهم يعني سيتولون نفس المناصب، ولكن ماذا تبقى من العملية السياسية؟ ما أهمية وعود السياسيين إذا كان 90% من هؤلاء هم نفس الوجوه مثلما تحدثت الصحيفة الأمريكية؟ نعم، هذا أيضا كارثي. يعني من المتوقع أن هذه الانتخابات القادمة تعيد إنتاج نفس الشخصيات، نفس العملية السياسية، نفس الأطر السلطوية على صعيد مختلف المؤسسات. هذه العملية السياسية من 2003 اليوم اتسمت بالفساد، الفساد المالي والفساد السياسي والفساد الأخلاقي والفساد الإداري. لاحظنا خطاب المرجعية الدينية في النجف كان واضح تماما لطبيعة هذا الفساد الكبير اللي استشرى على صعيد مؤسسات الدولة المختلفة، وحذرت من أن إعادة انتخاب هذه الشخصيات أو هذه الأحزاب اللي هي تتحمل مسؤولية كاملة عن كل مظاهر الفساد، نهب المليارات أكثر من 850 مليار دولار كما أشار السيد عادل عبد المهدي وزير المالية. بثرت بطريقة يعني من لاحظوا أي أثر أو أي وجود لهذه الأموال الكبرى على صعيد التنمية، البنية التحتية، الصناعة، الزراعة. هناك إفقار مطلق للشعب العراقي. اليوم أكثر من 40% من شعب العراق، من شعب الموصل، تحت مستوى خط الفقر. واحد من أربعة من كل طفل في العراق اليوم يعاني من الفقر. مالة المنطقة الغربية مدمرة بالكامل. نحتاج إلى أكثر من 44 ألف منزل إعادة بنائهم. هناك ملايين المشردين. هناك نقص على صعيد البطاقات. مع كل هذا هناك النقص فوضى، ما زال هناك فوضى. مع كل هذا النقص وهذا التدهور في الحياة المعيشية للعراقيين، يعني تتصاعد أصوات الخطاب الطائفي مرة أخرى. صحيفة العرب اللندنية ذكرت ذلك في تقرير لها، ومع ذلك توقعت أن يكون ائتلاف المالكي أكبر الخاسرين في الانتخابات المقبلة مع تصاعد أصوات الخطاب الطائفي. كيف تنظر لما نشرته الصحيفة مع الأسف الخطاب الطائفي منذ 2003 هو جزء من الثقافة السائدة داخل هذه الأحزاب الفاشية السلطوية الشمولية التي احتكرت السلطة من 2003 لليوم. هذا الخطاب الطائفي الكل يدرك تماما هو الذي أنتج الصراعات والعنف والعنف المضاد، وهو الذي فتح الأبواب أمام المنظمات الإرهابية، داعش، القاعدة، غيرها في العراق. نحتاج اليوم إلى خطاب عابر للقوميات، عابر للطوائف، عابر للأديان، خطاب يبحث
يبحث عن إرساء قواعد وأسس لدولة الوطن والمواطن، دولة الحريات الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان، احترام مسألة العدالة في توزيع الموارد والثروات في العراق، مواجهة الفقر اليوم المدقع الذي ينتشر بطريقة كارثية، مواجهة البطالة، مواجهة الأمن الغذائي. اليوم نستورد 92% من غذائنا، المفروض نذهب باتجاه برامج استراتيجية لإحياء الزراعة في العراق، الثروة المائية، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، توفير الضمانات الأساسية لحياة كريمة للمواطنين. اليوم أيضا مسألة الصناعة اللي أشرنا أكثر من مرة، أكثر من 13320 مصنع مدمرة أو هربت أجهزتها أو سرقت. نحتاج إلى إعادة بناء البنية الصناعية المهمة تماما للحياة الاقتصادية في العراق. إذا نحتاج إلى استراتيجيات حقيقية لإعادة بناء العراق، وليس إلى سياسات طائفية، سياسات قمعية، سياسات لتكريس أنظمة أو حكومات فاسدة تستمر في نهب المليارات. اليوم العراق هو واحد من بين 10 دول الأغنى في العالم. إذا ما جاءت حكومة حقيقية تضمن العدل والبناء وضمان التطور والتنمية المستدامة، ممكن نحل مشاكل العراق. هناك ايضا هناك حمله الطبقه الفاسده، فمعناها سنذهب الى نفس النتائج الكارثيه. نعم، كرده فعل على ما تفضلت، يعني على الاعمال التي قاموا بها السياسيون وعلى الفساد وعلى السرقات، هناك حمله في كربلاء لمقاطعه من سموهم الفاسدين والمرشحين في الانتخابات المقبله. برايك يعني رده فعل الناخب، مقاطعة الناخب لهذه الانتخابات، هل ستؤثر على الانتخابات؟ هذا عظيم. من ناحية مبدئية أنا أحيي الشباب أمس في النجف كما في كربلاء. في النجف أمس أو الأمس في الملعب الكبير رفعت هتافات كبيرة ضد ممثل رئيس الوزراء وضد وزير الشباب والرياضة، هتافات تعبر عن سخط، تعبر عن احتجاج، تعبر عن رفض لهذه السياسات الفاسدة، السياسات القمعية، سياسة تبذير الثروات، سياسة إفقار الشعب، سياسة إذلال المجتمع. ونفس الشيء في كربلاء. نعم، إذا استطاع هذا الشعب أن يعني يغير بصورة فعلية النتائج السياسية للانتخابات، هذا عظيم. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار احتمالات التزوير، أيضا هذا موضوع التزوير وارد، يعني الشعب يذهب من أجل التغيير ويصوت من أجل التغيير، لكن مع الأسف التزوير من خلال الأجهزة الإلكترونية أو العد اليدوي مثل ما حصل في 2006 و2010 و2014، هذا شيء محزن وكارثي. إذن على المجتمع الدولي، المنظمات الدولية، المراقبين الدوليين وحتى المراقبين العراقيين يؤكدون على مسألة سلامة ونزاهة هذه الانتخابات. نتمنى أن تكون نزيهة من أجل تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، وإلا سنبقى ضمن إطار شعارات وأمنيات مرفوعة للتغيير، لكن أمنيات التغيير لن تتحقق إطلاقا مع الأسف. شكرا لك دكتور غازي فيصل، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر سكايب من عمان.